السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، الصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أهلا بكم يا شباب في فيديو جديد ومهارة رائعة سهلة وبسيطة هتوفر عليك وقت ومجهود كتير جدا. إيه هو المهارة اللي احنا هنتكلم عنها النهارده؟ منتهى البساطة، أنا بألف في الشيتات أهو، بص معايا كده. أي شيت انا عايز اعرف محتواه مش لازم ادوس عليه دبل كليك واقعد افتحه، ايا كان عدد الشيتات اللي جواه ايه. يعني انا لو واقف على البيفوت تيبل ده عدد الشيتات اللي جواه كتير، بدوس رايت كليك، كليك يمين على الاسهم دي واتنقل عند اي شيت جوه الفايل اللي انا موجود فيه. بمجرد ما بدوس دبل كليك كده بروح للشيت ده وبستعرض محتويات الشيتات بتاعتي بمنتهى السهوله، من غير ما افتح الملفات ومن غير ما الشيت يهنج ومن غير ما اقعد افتح 100 اكسل علشان ادور على معلومه معينه. حضرتك مش محتاج ان انت تقعد تدور في شيتات اكسل كتير قوي قوي، تقعد تفتح وتقفل تفتح وتقفل، لان انت ناسي المعلومه اللي انت عاوزها في انهي شيت. بمنتهى البساطه تقدر تستعرض الملفات زي ما انا ما بعمل كده. الكلام ده بيتعمل ازاي من غير ما تستخدم الاكسل؟ بتفتح الويندوز بتاعك وبتيجي هنا من قائمة فيو، بتلاقي في حاجة اسمها بريفيو بين. بريفيو بين بتشيلها، هي اصلا مش هتبقى موجودة، علشان تظهرها وتروح تدوس عليها تاني بالشكل ده. طيب هو انا مجرد بس ان انا بتبقى الداتا قدامي بالشكل ده؟ لا، انا اقدر بمنتهى البساطة اخد من الداتا دي كوبي، اعلم عليها كده وادوس كنترول سي او كليك يمين كوبي، واروح اخد الداتا دي احطها في شيت تاني بالشكل ده كنترول في بيست. يعني اي حاجه انا عاوز اعملها، طبعا الشيت من اليمين للشمال او من الشمال لليمين، ده مش موضوعنا دلوقتي. موضوعنا ان انا ابقى عارف ازاي ان انا اقدر افتح اي شيت من غير ما ادوس على دبل كليك، اخد منه اي داتا انا عايزها، ادور على اي عدد من الملفات اللي انا محتاجها بمنتهى السهوله وفي وقت قياسي. اتمنى مهارة النهاردة تكون حاجة بتسهل عليكم وقتكم ومجهودكم. ما تنسوش تدعمونا واشوفكم في فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.